فإذا هسه طلاب، هاي بالنسبة للأولى. نجي هسه للخاصية الثانية. الخاصية الثانية اللي هي standard deviation of variance for the standard square equal to 1، يجب أن تساوي لنا 1. من أجل القيمة المثلى لدى standard deviation والvariance لازم تكون مساوية، لازم تكون مساوية للواحد. أوكي، نجي نطبق أو نكتب القانون للخاصية الثانية. فإذا الخاصية رقم 2 شح تصير الاس للزد، يعني هذه خواص الزد تحت الجذر مجموع، ايضا اف اي زد اي ناقصا زد بار كله تربيع، وهنا على ان هذا لازم ايش قد يساوي لنا؟ لازم يساوي لنا 1. طبعا هذا القانون المن، هذا اللي هو الستاندرد ديفيجن فور زد. اذا دايت تباين بالنسبه للزد ايش راح يكون؟ هو حيكون نفس القانون ولكن ايش بدون الجذر. هو الاس تربيع بالنسبه للزد ايش راح يكون؟ تحت الجذر ايضا دون جذر اللي هو مجموع اف اي زد اي ناقصا زد بار كله تربيع على ان، ايضا لازم ايش قد تكون القيمه اللي راح نستخرجها؟ راح تكون عباره عن 1 عدد صحيح. طلابي الاعزاء، هنا عندنا احنا توتوريال شيت نمبر 2. اول واحد هو عباره عن انه انت لازم تثبت prove the following اشتقاقات 2. طبعا هاي اثنيناتهم مطلوبه منكم، يعني انا بدي اشوف شلون حتقدرون توصلون لحلها. اوكي، فهذا الاشتقاق راح يكون عليكم. انا هنا راح اللي حسويه راح احل، هذا هو السؤال. السؤال الثاني for the following data، هو ايش منطيني هنا؟ منطيني الـ class limits، ايضا منطيني الـ frequency. هو شيء يريد الـ obtain الـ s والـ s تربيع والـ z والـ z bar والـ s للـ z. اوكي، اذا من اجي اريد اشتغل افكر اني حتى اقدر استخرج وحتى لازم ابدي اشتغل، اني عندي شغله مهمه غير موجوده بهذا يعني السؤال اللي هي ايش؟ الكلاس مارك. اذا بالبدايه لازم استخرج عمود او الجدول الخاص بالكلاس مارك. شلون اجي استخرج؟ هو اوكي منطيني اذا الكلاس ليميت، الكلاس مارك هو عباره عن حاصل جمع القيمه الاولى والقيمه الثانيه ونقسمها على 2، فبالتالي اذا قدرنا نستخرج الكلاس مارك. اذا اوكي خلي نجي نحل بالنسبه للاول. اذا هسه من اجي اريد احل، حقول انه حتى تصير امامنا. اوكي هذا السؤال. انا هسه اول شغله احتاجها اللي هي الكلاس مارك. الكلاس مارك هو حاصل هسه بالنسبه للقيمه الاولى هو 60 زائدا 62 حاصل قسمتهم على 2، ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 61. هاي القيمه رقم 1، واشتغل نفس الحاله بالنسبه للقيم، فراح تصير هسه اذا عندي 64 بالنسبه للثانيه، 64 بالنسبه للثانيه هنا 61، هنا عباره عن 64، هنا عبارة عن 67، 70، 73. هذا أول شغلة أنا استخرجتها. عندي هنا فقط أيضا المعطى اللي كان اللي هو الفريكونسي، تذكرون حتى خليني أكتب القيم أمامكم، اللي هو عبارة عن 5 18 18 42
27 وهنا 8 مجموع الاف اي هو عبارة عن 100. اوكي هسه اول شغلة هو المفروض اني هو يريد استخرجها الى هو الاس. شي يريد يريد الاس. طبعا نتذكر قانون الاس، اني الاس حتى اقدر استخرجه هو عبارة عن مجموع الاف اي اكس اي ناقصا الاكس بار كل تربيع على مجموع الاف اي. اوكي مجموع الاف اي انا عندي، اذا هسه انا احتاج استخرج عمود. طلاب الاعزاء العمود اللي لازم استخرجه هو عبارة عن اكس اي ناقصا يعني مجموع الاف اي مضروبا في اكس اي ناقصا اكس بار كل ايش كل تربيع. بس اوكي انا اكو شغلة ما عندي في الوقت الحاضر اللي هي ايش، هي الاكس بار. اذا لازم بالبداية استخرج الاكس بار. فاذا هسه حقول له اوكي اذا الاكس بار تساوي لنا مجموع اف اي اكس اي على مجموع اف اي. بالنسبة لي مجموع الاف اي اوكي استخرجته اللي هي ايش قد طلاب الاعزاء هياتها 100. فاذا ايش احتاج؟ احتاج مجموع الاف اي اكس اي. اذا لازم اسوي لي عمود او جدول جديد. هذا الجدول هو شيء يمثل لي، خلينا نكبر الشاشة، هذا الجدول شاح يمثل لي طلاب الاعزاء اف اي اكس اي اف اي اكس اي. فمباشرة معناتها خمسة في 61 ايش قد حيطلع لي؟ حيطلع لي 305. وهكذا بالنسبة للبقية هنا حتكون 1 1 5 2 2 8 1 4 1 8 9 0 5 8 4. فحيكون الناتج عملية الجمع لهم 7745. هاي يا طلاب الأعزاء وين حاجة أعوضها؟ 6745 أعوضها هنا. نجي عملية القسمة فش راح يطلع لنا 67 عدد صحيح 45. هاي أول قيمة أني أحتاجها واستخرجناها هنا. هسه شرح أجي أسوي، لازم أستخرج عمود جديد اللي هو الـ FI. هنا راح نسويه طبعا هي هاي اللي تخرب الصديق من ما تكتب. المهم المفروض أنا هنا حستخرج اف اي افتح قوس اكس اي ناقصا اكس بار كل ايش كل تربيع. هنا راح نكتب القيم. نقدر نسويها بخطوه واحده طلاب الاعزاء. اول شيء شنو انا عندي؟ ايش قد القيمه بالنسبه للاكس اي؟ عندي 61. ف 61 ناقصا 67 و45 بالمية الربع الناتج، ومباشرة نضربه بالفريكوانسي مالت المقابلة اللي هو الخمسة. اوكي طلاب نعيدها. اكس اي ناقصا اكس بار كل تربيع شلون طلعه؟ اللي هو الاكس اي قلنا 61 ناقصا 67 و45 بالمية اربع هاي النتيجة، ومن ثم اضربها بالفريكوانسي المقابلها اللي هو الخمسة، فراح يطلع لنا هنا القيم. نجي نسجلها 208.0125 اللي بعده هنا حصير 214245. نجي على القيمة الثالثة اللي هي 8 0505، ومن ثم هنا 175675، ومن ثم 24642. ناخذ حاصل الجمع مالتهم حيكون 852.75%.
استخرجنا هاي القيمة طلاب، هسا أني أقدر أجي مباشرة أعوض هنا، فش راح يكون أنا هسا عندي تحت الجذر 852.75 على 100، حيكون الناتج هو عبارة عن 2 عدد صحيح و 92، هذا الناتج اللي استخرجته يمثل قيمة الاس. المطلب الثاني اللي هو بالسؤال ده يريد الاس تربيع اللي هو ايش؟ طبعا هذا جدا بسيط، لان انا مباشرة هو الناتج اللي انا استخرجته من خلال عملية التربيع، فرأسا حقول اوكي الاس تربيع، الاس تربيع هو عبارة عن 2 عدد صحيح اللي هو يعني سوري ثواني اوكي صحيح خلينا نكتبه بهاي الصيغة 2.92 تربيع، اذا هو عبارة عن 8 عدد صحيح 5.27، هاي القيمة للمطلب الاخر. نجي نشوف المطلب اللي بعده، المطلب اللي بعده اللي يحتاج قيمة الزد، يحتاج من عندي استخراج قيمة الزد. من اجي اريد استخرج قيمة الزد الموجودة ها هنا، شلون اجي استخرجها؟ شلون اجي استخرجها؟ اجي اول شغلة اكتب القانون اللي احتاجه. القانون المفروض اني حتى اجي استخرجه هو الزد اي يساوي لنا اكس اي ناقصا اكس بار على الاس على اس على الاس. اوكي، فنجي ناخذ قيمه فز1 يساوي اول قيمه كانت بالكلاس مارك هي 61 ناقصا ايش قد قيمه الاكس بار؟ هي عباره عن 67 طبعا اللي هي ثابته و45 100 مقسوما على الزد اللي هسه ونستخرجها 2 عدد صحيح 0.92، طرحت وقسمت طلعت النتيجة الأولى سالب 2 عدد صحيح و209. هسا وين حروح طلاب الأعزاء؟ للقيمة رقم 2 بالنسبة للزد 2، طبعا العفو يعني هي للزد اللي هي قيمة الثانية اللي هي الزد 2، فش تمثل لي القيمة الثانية شقد عندي بالنسبة للكلاس مارك اللي هي عندي 64، فمن راح أجي أخلي 64 ناقصا 67 54% مقسوما على قيمة الاثنين عدد صحيح 92 اللي هي ايش؟ هي الاس هو ستاندرد ديفيجن، حتطلع لي النتيجة سالب 1 عدد صحيح 182، وهكذا طلاب لبقية القيم، وهكذا لبقية القيم. هاي القيم اللي انا استخرجتها هذولا وين اوديهن؟ اسوي بيهن جدول جديد، اسوي بيهن جدول جديد وانزل قيمتهن. طبعا هنا لما صار ما بقى لي مجال، فلهذا حخلي يمه الجدول الجديد، فلهذا الجدول الجديد حيكون اسمه زد اي. اول قيمه بالنسبه لي اللي انا استخرجتها سالب 2 عدد صحيح 52، هذا بالنسبة للزد اي، هذا الجدول الجديد، أول قيمة سالب 2 عدد صحيح 2.09، القيمة اللي بعدها سالب 1 عدد صحيح 1.82، اللي بعدها سالب 0.154، اللي بعدها 0 عدد صحيح 8.75، واللي بعدها 1 عدد صحيح و9، ايضا نجمعها حيطلع سالب 0.7713. هسه انا هاي الشغلات اللي انا استخرجتها، اذا خلص هسه انا شو استخرجت؟ لان هو هنا الزد اللي هو المطلوب ترى هو عباره عن ايش؟ عباره عن جدول، انا اوكي هي استخرجته، هذا بالنسبه الى فرع بي. هسه وين نروح؟ نروح ديد من عندي الزد بار، ديريد الزد بار. فمن اجي اريد استخرجه ايضا نكتب القانون بالبدايه، شو يساوي لنا؟ هو عباره عن مجموع الاف اي زد اي
مضروب مقسوما على مجموع الـ FI، بمعنى أني أحتاج أسوي جدول جديد. هذا الجدول الجديد هو حاصل ضرب كل من مجموع الـ FI والـ ZI. طبعا الـ FI أوكي معطات بالسؤال موجودة بالبداية. إذا هسه هنا مباشرة أقدر أخلي أسوي جدول جديد يعني قريب من هذا الجدول اللي هو هنا حكيت به اللي هو FI ZI. القيمة الأولى شح تصير؟ الخمسة مضروبة في سالب 2.209، فراح يكون الناتج سالب 11، عدد صحيح 0.45. هاي القيمة الأولى اللي هي بالصف الأول. هسه نستخرج القيمة الثانية بنفس الصيغة، حتكون بالنسبة للفريكونسي هي 18 مضروبا في 18 مضروبا في هاي القيمة اللي هي سالب 1 عدد صحيح و182، راح مباشرة راح نجيبها هنا، حتكون النتيجة سالب 21.276، اللي بعدها حتكون سالب 6 عدد صحيح 4.68، اللي بعدها 23.571، واللي بعدها 15 عدد صحيح و2، حاصل جمعهم طلاب حيكون سالب 0.018. يعني شفت القيمة هنا طبعا صغيرة جدا. وين نجي نعوضها؟ نجي نعوضها بالقانون سالب 0.18، خلينا نعوضها هنا سالب 0.018 مقسوما على 100، باعوا هو عبارة عن سالب 0.0018 وهي قيمة جدا صغيرة لكن يؤخذ بها، وهي إيش؟ قريبة جدا للصفر. إذن هي يؤخذ بها، هي مو صفر، هي قريبة من الصفر، مفهوم؟ وقلنا نأخذها مثل ما هي، نأخذها إيش؟ مثل ما هي. أوكي، هسه شنو ايضا عندنا؟ عندنا حتى وراها نكمل الحل مالتنا ونحصل. انا هسه المفروض حسب القانون او حسب المطلوب من عندي، هسه احتاج الاس زد، الاس زد حتى اقدر استخرج طلاب الاعزاء الاس زد. القانون مالته يقول تحت الجذر مجموع اف اي افتح قوس زد اي ناقصا زد بار كل تربيع على مجموع الـ FI. إذن طلاب الأعزاء أحتاج هنا أيضاً عمود جديد، هذا العمود الجديد يتمثل هنا حكتبه هو FI ZI ناقصاً Z بار كل تربيع. أوكي، ZI ناقصاً Z بار كل إيش؟ تربيع. يعني إذن أنا بالبداية من أجي سأطبق، هسه حستخرج هذا العمود بالنسبة لأول قيمة إلى الشاح، المفروض أضرب الخمسة اللي هي الفريكوينسي بمن أضربها، حضبها في عملية الطرح لعملية الزد آي. الأول هي القيمة للزد آي الأولى طلاب الأولى، ننتبه لأن الزد آي هو عبارة عن مجموعة قيم، الزد آي هي عبارة عن مجموعة قيم، كل قيمة المن تقابل تقابل فريكوينسي، فبالتالي من أجي هسه هنا أجي أستخرج لازم قيمة قيمة وأخليها بمكانها. فالقيمة الأولى اللي هي خمسة نجي هنا، أوكي شوية راح ننزل لي جوا نطر، خمسة في أفتح قوس سالب 2 عدد صحيح 2.09 ناقصاً إيش قد قيمة الزد بار اللي هستونا طلعناها جدا جدا يعني صغيرة، سالب عدد صفر عدد صحيح 0.0018 كل إيش؟ لازم هذا الناتج كل تربيع بالنسبة للزد اي ناقص الزد بار. القيمة اللي حتطلع لي هي 24 أوكي وثلاثة، هاي القيمة الأولى. نفس الحالة المن الثانية، أو إيش قد الفريكونسي الأول هو عبارة عن 18 مضروبة في من
في Z2 اللي هي قيمتها سالب 1 عدد صحيح و 1 8 2 ناقصا افتح قوس ناقص 0.0001 8 كل تربيع ايش راح يعطيني؟ حينطيني 25 عدد صحيح 1 4. وهكذا طلاب لبقية القيم حتى اقدر اطلع مجموع ال FI ZI ناقصا Z بار كل تربيع. فايش راح يصير هسه انا القيمة اللي بعدها 0.994 هاي هنا حصير عبارة عن 20 عدد صحيح دوت 5 1 هنا 28 8 8 5 كل طلاب 99.9. هاي الناتج وين حجي اطبقه؟ اوكي نجي نطبقه بالقانون الموجود هنا فاللي هو تحت الجذر اللي احنا كتبناه مجموع ال FI افتح قوس زد اي ناقصا زد بار كل تربيع ايش قد استخرجنا قيمته طلاب الاعزاء 99.9 مقسوما على 100 اذا ايش قد حيطلع لي 1 تقريبا 1 صحيح ايش قد راح يطلع تقريبا 1 صحيح طلاب هاي محاضرتنا لليوم اتمنى وفقنا يعني عرضها لكم ومثل ما قلنا يعني اكو سؤال راح ينطرح عليكم كماتيريال بالصف الالكتروني ارجو ان ينحل وان شاء الله خير واشوفكم خير وبركه والسلام عليكم.